سالم بن سعيد بن حضيره. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان وقناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان صاحب السمو الأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيضا نرحب بقناة الدوري والكأس لنقلها مباشرا وقناة الواحة الفضائية. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني يضم نخبة من الحجايج الجعادين. مسافتنا 4 كيلومتر. جائزتنا للمركز الأول سيارة نيسان بترول ستيشن، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. ونداءنا للمراكز الخمس الأوائل والتغييرات طولة مسافة 4 كيلومتر. نتواصل معاكم ونسير مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. براق في المركز الأول للسيد عبد الله بن عيسى بن سعيد المنصوري، وفي المركز الثاني مباشر للسيد علي بن سعيد بن محمد بن ملهية، وفي المركز الثالث نشوف مفجر في المركز الثالث للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، يفجر المفاجآت. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني شباب للسيد فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري، مالك شباب مع شباب في المركز الرابع. وفي المركز الخامس وقاد الرجل مفاجآت محمد بن مبارك بن سالم العامري النشمي. النشمي نقلة نشمية إلى مقدمة هذا الشوط للسيد فاران بن عتيد بن قريع المري. يا سلام يا سلام يا النشمي، نقلة نشمية على مقدمة هذا الشوط وعلى السيارة وعلى ناموس هذا الشوط. لكن شاهين غادر محمد بن زايد بن محمد المنصوري مع شاهين وبراك. يا سلام النشمي وشاهين وبراك، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة. شاهين ينتزع المركز الأول. سلام سلام عليكم يا أهل الغربية، تهانينا للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري على فوز جايين بالمركز الأول. المركز الثاني براق للسيد عبد الله بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث النشمي للسيد فاران بن عتيج بن قريع المري. المركز الرابع رعد للسيد سعيد بن حميد بن سلطان بن كديدة. المركز الخامس شاهين للسيد عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. هذه النتيجة، وهذا إعادة من مخرجنا ساعة انطلاقة هذا الشوط، شوط الحجايج الجعادين، شوط السيارة النيسان بترول ستيشن. شاهدنا وتابعنا وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر. ها هو شاهين ينتزع المركز الأول، ينتزع السيارة، قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 9 ثواني 62 جزء من الثانية. تهانينا لبو زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والذي وصل في المركز الثاني براق 6 دقائق 10 ثواني 16 جزء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن عيسى بن سعيد المنصوري، والذي وصل في المركز الثالث النشمي. فاجأنا في الكيلو الأخير، انتقل إلى المركز الأول وترى راجع إلى المركز الثالث 6 دقائق 10 ثواني 58 جزء من الثانية. تهانينا للسيد فاران بن عتيج بن قريع المري. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز العشر الأوائل. تهانينا.